بما أنه توصلنا الكثير من الأسئلة والطلبات من متابعات كهرمانة المحجبات أنه نقدم لهم إطلالات للصيف ممكن يستوحون منها إطلالاتهم اليومية. اليوم اختارينا لكم مدونة الموضة ومصممة الأزياء غادة عثمان. غادة عرفت دائما بإطلالاتها الشبابية الحيوية المليئة بالألوان، لذلك اخترنا لكم إطلالات مختلفة من مجالات مختلفة ارتدتها غادة في هذا الصيف، تقدرون تستوحون منها إطلالاتكم. أولى الإطلالات اللي راح نكلمكم عنها هي إطلالاتها الكاجوال، بما أنه أكثرنا يستخدم الملابس الكاجوال أكثر شيء بحياتها اليومية. غادة اختارت أنه تطل بإطلالات مختلفة، أولها إطلالة غادة بجينز مع توب أبيض طويل لحد الركبة مع توربن سمائي اللون وحذاء لون الكامل أو اللون البني المحروق. هذه الإطلالة كانت جدا صيفية وأضافت إليها حلق بشراشيب على مود يخلي الإطلالة حيوية أكثر من مثل ما هي دائما عودتنا بإطلالاتها. أيضا أطلت علينا بجمب سوت نود باللون الوردي الفاتح جدا مع توربن بني. الإطلالة كانت جدا حلوة وحبيت أنه اختارت الجمب سوت والتوربن من نفس اللون ولكن بتدرجات مختلفة، هالشي انطى الإطلالة كلاسيكية كلش حلوة مع أنها كاجوال. آخر إطلالة راح نتكلم عنها هي إطلالتها بفستان أبيض طويل كلش حلو وكاجوال مع حزام على الخصر مناسب للمحجبات لأنه عريض مع أكمام طويلة. نسقت مع توربن ملون بألوان كثيرة بما أن الفستان أبيض سادة، وأيضا ارتدت مع حذاء بكعب ناصي باللون البرتقالي. فعلا شهد الإطلالات جدا حلوة وجدا شبابية ومناسبة أيضا للبنات المحجبات، لأن هواي تجي أسئلة شلون تصير التنسيقات للبنات المحجبات وتكون عصرية بنفس الوقت. حكيت عن الإطلالات الكاجوال شهد، أنا حابة عن الإطلالات للمحجبات بس بالفساتين، فساتين صيفية وعصرية بنفس الوقت. اختارت غادة إطلالتين جدا حلوة، أول إطلالة هي فستان بسيط باللون الأصفر نسقتها مع توربان أو حجاب باللون الأسود وكسرت اللونين الأسود والأصفر بالحذاء والجنطة باللون الأحمر، فكانت التشكيلة من الألوان جدا حلوة ومناسبة خصوصا للبنات الصغار المحجبات. أما الإطلالة الثانية فهي إطلالة مناسبة للمناسبات، اعتمدت غادة فستان طويل باللون الأحمر، كان هذا الفستان فضفاض وراقي ومناسب أيضا للطلعات المسائية وللمناسبات أيضا، نسقتها مع توربن أو حجاب باللون الأحمر، فكانت الإطلالة كلاسيكية بلون واحد بس بنفس الوقت شبابية وحلوة. أنا حبيت اختيارها للألوان كلش يعني فرحية الألوان وصدق يعني مال صيف 100%. أما الإطلالات اللي اختارت لكم إياها هي اعتمادها على الحجاب الملون بإطلالة الكاجوال، لبست بنطلون جينز باللون الأزرق نسقت معاه توب أبيض وفوقها جاكيت خفيف باللون الزيتي ونسقت الحجاب باللون الزيتي والأسود والأبيض، وكان الألوان كلش حلوة لأنه تعتمدوها كإطلالة شبابية. أما الإطلالة الثانية فنسقت تنورة بليسيه باللون الوردي مع التوب باللون الوردي ونسقت الحجاب بألوان من مشتقات اللون الزهري، إطلالة عصرية تقدرون تلبسوها بالليل أو الصبح، تكون إطلالة ملونة وجميلة وعصرية. فعلاً هو حلو أنه المحجبات دائماً يحسون روحهم مقيدين نوعاً ما بالألوان، ولكن نشوف هسه هواية بنات مثل غادة وغيرها الكثيرين دي يتفننون بالحجاب أو التوربن بطريقة تقدر تثبت أنه كونك محجبة لا يعني أنه أنت ملتزمة بلون معين أو بموديلات معينة، تقدرين تنسقيها بطرق مختلفة بما يناسب شخصي. فعلاً شهادة التنسيقات جداً حلوة.